الله يا هاب الله، كل يوم يحلو عودة للفن النقي الهادف اللي طلبنا به كثيرا في ظل ان في موجة سادت. فالألبوم ان شاء الله يعيدنا لهذا الغناء. هاب يعني وانا بتكلم عن الألبوم ده تحديدا، انت قلت انا هعمل له شكل مختلف ازاي وايقاع مختلف ازاي، لان انت شايف انه في موجه سادت وفي احداث عاصفه اثرت في تركيبه الناس وفي الحاله المزاجيه عند الناس. فقلت ايه اللي هتعمله مختلف؟ انه يعني اولا يبقى ما فيش ولا اغنيه ممكن يكون فيها يعني اي لفظ ممكن يكون من الالفاظ اللي بقت تجرح مسامع الناس لما بيسمعوا بعض الاغاني. ممكن يكون في لفظ دمه خفيف بس ما هوش مؤذي. ممكن يكون في كلمة بتهزر بيها، واخدة شكل يعني في كلمة بطلنا اللي يعطلنا. يعني عندي اغنية في الالبوم بتقول بطلنا اللي يعطلنا. هي كلمة بتتقال في الشارع، وكبرنا اللي مصغرنا. ايوه يعني هي نفس الوزن، جزء منها كده وجزء منها كده. لما تيجي تسمع دي كلمة بتتقال في الشارع ومثل الناس بتقوله، خلاص يا عم بطلنا اللي يعطلنا بقى، خلاص نبعد عن الحاجة. بس هي مش مبتذلة، بس مش كلمة مبتذلة، ما تأذكش وانت بتسمعها، ما فيهاش خروج عن النص. وهكذا. طول ما انا شغال بتظهر قدامي اغاني جديدة، فألاقي اغنية احسن من الاغنية اللي انا سجلتها الشهر اللي فات ولا من شهرين ولا من 3 شهور، اروح شايلها وحاطط الجديدة. ايه ده، انت فعلا عملت كده؟ يعني غنيت ضمن الالبوم اغاني جالك حاجه افضل، شلت دي وحطيت دي؟ هو اللي ظهروا للناس 12 اغنيه في الالبوم، اللي كانوا متسجلين اكتر من 20 اغنيه. اكتر من 20 اغنيه؟ اكتر من 20 اغنيه متسجلين ومعمول الماسترنج بتاعهم وجاهزين بتنازلاتهم بحساباتهم بمؤلفينهم بملحنينهم بتوزيعاتهم بتسجيلهم بمكساج، كل حاجه جاهزين. يعني ممكن اروح اجيبها دلوقتي من البيت وتنزل للاسواق. ولكن لقيت انه في حاجه ممكن تكون ولو حتى قريبه فيها منها من المستوى، بس احسن درجه، لا يبقى هي الاحسن. نكلف نفسنا ونعمل حاجه ما تقولش بقى احنا خلصناها خلاص بقى وانا هتعب نفسي تاني. يعني ليه ننزل اغاني تبقى مشرفه بعد الغيبه دي كلها، احسن ما اعمل اغنيه واقول خلاص لا بقى ما اتعملت بقى وخلاص، وخلي التاني يبقى فيما بعد. بس واضح انت كنت حساس لاول البوم بعد اختفاء، حساسيه كبيره بحيث ان انت عايز تطلعه بشكل كامل بحيث انه ما تبقاش عليه اي ملاحظات. يعني لما يكون في 12 اغنيه الحمد لله، يعني ما يجيلكش تعليق سلبي واحد على اي اغنيه منهم. يعني ممكن ناس تقول لك من ال 12 انا عاجبني مجموعه الاغاني دي وانا عاجبني مجموعه الاغاني دي، واحد تاني يقول لك انا عاجبني كام اغنيه دول وانا عاجب، بس ما فيش واحد فيهم قال لك انا عجبتني دول المجموعه والاغاني دي على فكره كانت وحشه انا ما حبيتهاش خالص. يعني بيحصل اختلاف امزجه في التقييم بس في الترتيب الاغاني عنده، يعني بالظبط شايف ايهم افضل. يعني انما بالظبط كل واحد اللي بيحب الدراما فشاف ان الاغاني الدراميه في الالبوم هي المفضله بالنسبه له وعجباه جدا. اللي بيحب الاغاني الستايل يعني واخده الشكل الغربي شويه موجوده بشكل حلو قوي وبشكل جديد حتى عليا انا كمان شخصيا في الجو ده. انا كنت بميل للاغاني المقسوم والشرقي والحاجات الدراميه والكلاسيكيه بالشكل المتعارف عليه شرقيا.